عشية عيد الفطر بادر أصحاب الخير هنا في بلدية طامزة بخنشلا إلى نحر 30 خروفا وتوزيعها رفقة مواد غذائية مختلفة على المحتاجين ضمن ما يعرف عند أهالي المنطقة بلوزيعة. على كل حال هذه مبادرة اللي تذكرنا بالمبادرة نتاع أبائنا وأجدادنا اللي كانوا قبل اللي يديروا هكذا. هذه المبادرة كانت قبل، واليوم الحمد لله عندنا ولادنا شبابنا اللي راهم قاموا بالمبادرة هذه، نشكرهم ونشكروا الناس اللي ساهموا في هذه القضية هذه، سواء من بعيد ومن قريب، خاصة الناس اللي ساهموا بالأموال نتاعهم، وإن شاء الله نتمنوا لهم إن شاء الله زيادة في الأموال نتاعهم، وإن شاء الله ربي يربحهم، وإن شاء الله ربي ينجحهم. هذه هي المبادرة تأتي في إطار ترسيخ الفعل التضامني ودعم روح التآزر بين أفراد المجتمع، باعتبار النفقة أو الوزيعة عادة توارثها الخنشليون أبا عن جد. بارك الله فيكم كي جيتونا وحضرتوا معنا هذا العرس هذا الكبير. درنا إن شاء الله ذبحنا 30 ذبيحة، مديناها للناس اللي محتاجين. هذه المرة الثانية حيينا السنة متاع الجدود متاع بكري كما يقولوا لها الوزيعة، وبارك الله فيهم الناس اللي عاونونا، بارك الله فيهم بزاف. خلاص سينقضي شهر الصيام ويحل علينا عيد الفطر، لكن فعل الخير حتما سيستمر ولا يتوقف.